عثر فوق أرضية ميدانه أمام جمعية وهران العائد بنقطة ثمينة جدا. هذه بعض الصور للمباراة التي انتهت من دون فائز رغم الحضور الجماهيري الكبير جدا. عبد النور كريبازا جرت طبعا جرت أيضا مباراة شبيب تسكيكدا وأمل بوسعادة انتهت من دون فائز. يبقى كل شيء ممكن ومفتوح، ولو أن نقطة جمعية وهران غالية جدا تقلب الموازين في مؤخرة الترتيب وفوز من سعيد على اتحاد بسكرة. قراءتك بالنسبة لجمعية وهران يعني نقطة ثمينة يعني ضد فريق مولودية العلمة اللي عنده يعني إمكانيات كبيرة ويلعب على الصعود. بالنسبة للمولودية، المولودية سعيدة 3 نقاط من ذهب، يعني أصبح ب 26 نقطة ممكن عزز حضوره في البقاء. اما بالنسبه للنجم مقرا، الفريق اللي راه يتالق من الجوله لجوله ونظن راه مباشره نحو الصعود. تحكيميا لم تحدث اشياء كثيره. نعم. في هذه